ليه مثلا في عقاب الوالدين لما الواحد يجي يعاقب ولده؟ يعني السؤال مثلا، السؤال مكون من 6 كلمات. انت ليه مشيت شلت البيبسي في التلاجة؟ طيب فلنفترض يعني يبقى كمان على كل كلمة ضربة. طيب يعني تبقى كده، انت شلت البيبسي، وعلى الحاجة دي على فكرة بتوجع شديد. يعني انت بتتمنى بس السؤال ده يخلص 200 عشان انت تفتكر. لا كمان يعني مع الدقة انت ما بترد، اكيد تقعد ساكت، يقول لك ها، بعدين تاني يرجع يعيد السؤال، انت ما شلت البيبسي في التلاجة ليه؟ وانت طبعا في الحالة دي خلاص ما هتقدر ترد، ما هتعمل اي شيء، يعني بس الله هو تبكي. ويرجع يسأل سؤال تاني يقول لك تبكي ليه؟ بتبكي ليه؟ يعني هسي بدل ما بقت 6 كلمات بقت 8، وهيرجع يزيد فيها سؤال تاني. احسن انك ما تسكت، ما تتكلم كمان فوق ده كله، وانت ما بتتكلم بيقول لك ساكت ليه؟ ساكت ليه؟